السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنصور لكم الشتالة بتاعة الرز. حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. ادي الشتالة هيت دي يا جماعة. الشتلة دي جاية من كفر الشيخ. دي شتلة رز عمرها 10 أيام وبتتزرع بالشكل ده. ادي الشتالة بتشتل الرز وطبعا حاجة شكلها يفرح. ادي الارض اهي الله اكبر عليها، مساحة كويسة جدا. الشتالة دي يا جماعة جاية من كفر الشيخ، بتحط عليها الصينية بتنزل وبتغرز الرز زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي الرز اهو، ادي الرز مشتول اهوت حضرتك بالطريقة اللي هي يعني شغل هندسة بسم الله ما شاء الله. وادي الشتالة بتاعت الرز اهي اهي دي بص يعني الصواني محطوطة ورا على المكنة على الشتالة وبتنزل الشتلة اول باول، بتتزرع زي ما حضراتكم شايفين كده، بتعملها فسايل صغيرة وبتزرعها في الارض. حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، هي دي أول مرة تنتشر عندنا في المنطقة، بس الشتلة دي جاية من كفر الشيخ. الصينية بتتباع صواني كده زي الكرنب، زي شتلة الكرنب وشتلة البتنجانة وشتلة الشطة والكلام ده كله يعني. طبعا هي ما بتجيش إلا للمساحات الكبيرة، ما بتجيش إلا للمساحات الكبيرة يا جماعة. وهنا حاضر نعم المرشد الزراعي والله. وادي يا جماعه الشتله اهي، دي الشتله. نعم حاضر حاضر عيني. ودي شكل الشتله، الشتله الفسيله اهي، تحس ان هي حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما يكون مزروعه بحاجه هندسيه. الله اكبر يعني. وطبعا المكنه دي ما بتنزلش الا للمساحات اللي زي ديت. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. تبع الزراعه ولا ايه يا باشا؟ لا يا باشا، احنا بنعمل شغل دعايه يعني وحاجات زي كده على الفيس وعلى اليوتيوب. ماشي. الشطله دي جايبينها منين؟ تبع شركه. تبع شركه؟ يعني مش ناس؟ لا مش ناس يعني فلاحين؟ لا، بيشتلوها زي ما هي كده في الصواني. دي ما تشكلها كده بتصفر. دي عمرها قد ايه بقى؟ مش عارف والله. دي بتقول لك دي الشتله دي بتتعمل من شهر واحد. من شهر واحد. شهر واحد بس، ما تطولش زياده عن كده. لا تمام. لا ده انا رافعهم هنا بس عشان اجي احملها بسرعه عشان ما يتاخرش عليا. ايوه، ما هو في لكن هي المفروض في قلب الارض. في شويه هناك وفي شويه هنا. ما هو تقريبا بيحمل هناك وهنا، بيحمل ناحيتين اهو. ربنا يطعمكم وشغل محترم بصراحة. أنا أول ما شفت البتاع قلت لا لازم نصورها يعني. لا شغل على أول ما ينزل المنطقة. وربنا يطعمك كده إن شاء الله ويجعلها فتحة خير عليك. أنت أول سنة تجيب الشتالة دي صح؟ أول سنة. كل سنة بتقدم السنة في الأنفار وجع القلب. لا كده أحسن، ده كده أوفر. كده أوفر وكده الشتلة تحس إن هي مرسومة. لا تحس إن شكل شكل الشتله، شوف الله اكبر يعني زي ما يكون متخططه. الراجل بتاع الشركه بيقول لك اسبوع واحد اتفرج على الشتله عشان ما تروحش عليك بعد اذنك. ايوه اتفرج عليه وان شاء الله هنعمل. ايوه ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد باذن الله عن بعد هنوريكم الشتله دي ان شاء الله لما تكبر. وتابعونا ان شاء الله على القناه، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله عن زراعه الرز.